مرحبا صهيف. عقيد تاج راسي. عقيد تاج راسي. مرحبا عقيد. اهلين اهلين بعقار. وراك من لما طلعت من عند الزعيم ومرقت على البيت وطلعت من البيت وجيت له هيك لكان لك عم تراقبني يا واطي دخلك يا عقيد والله فهماني غلط انا فهمانك غلط لك فوق ما الزعيم سامحك وعفى عنا وخلاك ترجع على الحاره جاي تعمل دقنا دالي وتشتغل داسوس علينا انا ماني ندم وماني داسوس بعدين انت والزعيم فضلتوا على نافوخي من فوق شلون بتكون ندم لكن ليش كنت لاحقه لابو شهاب وعم تراقبه؟ أنا؟ إن شاء الله بيتبلصوا عيوني من جواتهم، والله العظيم ما كنت لاحقه لك وعم تحلف كذب يا واطي عم تحلف كذب والله ما عم كذب والله ما عم كذب لكن ليش كنت لاحقني؟ احكي لشوف لك احكي أحسن ما بلص عيونك لحقني لحقني أنا كنت لاحق مشان خبرك خبرني؟ شو بدك خبرني؟ بدي خبرك خبري إنه في ناس ناوي لك على الشر ناس ناوي لي على الشر؟ مين هدول الناس؟ أبو النار سيدي، أبو النار ناوي لك على الشر. إيه؟ شو كمان؟ هو وأبو ساطور واحد اسمه أبو الحكم كمان. إيوه. شو بتعرف كمان؟ كان عم يراقبوك برات الحارة، أنت والإدعشري كمان. عم كذب ولا؟ والله ما عم كذب يا سيدي، هات لحلف لك بالقرآن إنه كل كلمة أنت هي صحيحة. وابو دراع زلمته لابو النار وصهره للإدعشري له ايد بهالقصه؟ لا يشهد الله علي حرام الزلمه له ملائكه على كتافه هو غايب والله حاضر الزلمه ترك المشاكل والزعلنه وصار يفوت على الحاره بنوايه طيبه ضاي قلبك حديد حديد وحياتك على الموت انا معك ابو ضاي بدي اياك تفكر لي بتفنقي نعملها مع اهل حاره الضباع لعيونك عقيد انت قول وانا بنفذ لا بتعجبني بس لو ما طلعت ني وطري بخناقتك مع الإدعشري لا عقيد لا تقول ني وطري الإدعشري اخذني غدر عدي انا ما قصرت لو ما قطعوا له ايده كنت شفت العلام على ايده بيطلع اكبر من شبر سكر لي هالموضوع السلام عليكم عليك ابو غالب شو صار له زمان الامر ما بان انت هديك المره قدحتني قلت لي ولعتني اتعشر شاي ولا سالي تعال ضربه تشمط رقبتك شمط صب له شاي لعمك ابو غالب صب له جازي عقيد سلام رجال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيك عقيد شلونك أخي بحر الله يطول عمرك ويخلينا إياك شريف خلينا نتبارك فيك والله على راسي بس حبيت مر هيك اطمن عليك فيك البركة يا كبير
فيك البركة. قسما عظما اني مبسوط منك كثير يا ابو حاتم، لانك طول عمرك رجال واعي وبتعرف انه كل واحد بهالدنيا له نصيبه. الحمد لله، رضينا باسمة رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. بدي اياك تدلي بالك من كل رجل غريبة بتفوت على الحارة، لانه ابو النار عم يبعث لنا دواسين. ما خسي باطو، انت بس دير بالك لعيونك. السلام عليكم. شرفت شرفت. شي هالقصة هي؟ هل ابو النار ما عاد يزوق على دمه ويكن ويهدى شي؟ سلام، وين كاسة الشاي؟ مرحبا يا رجال. يمشي خش الشباب. شرف مالي، كيفك ديبو؟ اكيد جاي لعندي مشان تاخذ مصاري وتشتري دبوس القاضي وغزل البنات. لا يا بي. لك انا صرت رجال بدي ارجيله. اضرب احلى ارجيله تخدم شواربك. لك الله يخلي لي اياك ويطول لي بعمرك يا رب، وتصير شب مشورب ولك شوارب هيك متاع كايتي، وتقعدون على هالطاوله ويصيروا ينادوا لك معلم ديبو. اهلا وسهلا بالمعلم ديبو. هوني يا ام فهد. الله معك. لا من المصاري اللي معك لا. يا ابني انا على باب الله. لك الله سمات بحر. طيب طول بالك طول بالك. امسك هاي كل اللي معي. الله وكيلك. ابو ماجد ابو ماجد. شباب عم تعيين. انسرقت يا ابو ماجد، شلحوني. شو؟ ايه وبعدين اخذ المصاري ورب. وقدرت تعرف مين هو؟ كان واقف وراي وملتم تعيين، ما قدرت شوف وشه بنو. طيب طيب انت روح والمصاري رح اعوضك اياهم كلياتهم. الله معك. الله يديمك زعيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معقول يكون قاطع طرق هذا؟ لا زعيم، هي مو شغله قاطع طريق منو، هي اسمها زعرنه ولدنت حرام وتعليمي على اهل الحاره. اللي عم قوله ابو شهاب مضبوط زعيم، لانه قاطع الطريق وقف بوش تاجر، بوش تاجره محرزه، مو بوش واحد معتر مثل فهد. بعيده والله بعيده. شو بده يعرفنا مين اللي عمل هالعمله هي؟ هالعمله ما بيعملها غير ابو النار. اكيد هو باعت حدا من ولاد حارته يعربد على اهل حارتنا. بس بسيطه. قال هو بيعرف انه هالولدني انت وراها، واذا بيصير هالشي مره تانية رح يبعث لك زلمتك محمد. ولك ايده ما تعطيه، بتروح بتقول له بيقول لك ابو النار اعلم بخيلك ركبه. قل له عن جد عم بعيد. بس اللي بدي افهمه، شو اللي درابي اني انا ورا القصة؟ لا ابو الحكام، حدا شافك لما كنت هنيك؟ لا والله عقيد ما حدا شافني. يعني مزبوط مثل مشاكك ابو شهاب، ابو الحكم وراها مو هيك؟ لك بقص لسانك اذا بتجيب سيرة لحدا. شو عم قول؟ شو عم قول؟ عم قول عقيد مثل ما انت الك تار معهم وانا اللي تار معهم. ليش ما بتجمع رجالك وبتهجوا مع الحارة وبتكسر له راسه لأبو شهاب؟ محروق قلبي على ما أشوف راسه تحت تقطيع الأرض. مو هلأ لك عجتك، مو هلأ، لسه ما صار وقتها. هلأ عم ناقشه مناغشة، عم بلعب معه على الخفيف. واحد ها، شو رايك ساوي لك صحن فول تسند مع التكفير؟ بدي بصله. وبصله يا سيدي، وزيت وكمون ونعنع. لك ايمو تكرم عيونك. بدي فتر سمنه. نعم
يا بي رح اعمل لامي مشان ناكلها سوا. ظاهر ما رح لحق اكل شي يا صبحي، الاماني صار وقتها. يا بي ببوس ايدك لا تحكي هالحكي. انا تعبان. سلامتك يا بي. اعمل لك كاسة شاي او كاسة يانسون تروق فيها دمك. لا صبحي. مور يا بي شو بدك؟ اسمع شو بدي اقول لك وبتنفذه بالحرف وعلى حاريك. منيح لقيتك هون يا شيخ. خير يا ابني؟ شوفي ليش عم تركض؟ شبك مقطوع نفسك. بوس ايدك يا زعيم تقوموا معي انت والشيخ وابو شاب والحكيم وابو ابراهيم. اوف، ولوين بدنا نقوم معك؟ لعدنا على البيت. ابي طالبكم بالاسم، الظاهر عم بيودع. يا لطيف يا رب. طيب معناتها استنوني بس لروح نادي لعمي ابو ابراهيم قبل ما ينزل على الدكان. يلا. شلونك يا ابو معروف؟ الحمد لله اللي اجيته قبل. وحد الله معروف وحد الله. لا اله الا الله. خير يا ابني خير. انا تعبان يا شيخي، بدي ارتاح، بدي احكي كل شي بقلبي. سامحني يا ابراهيم. على شو ابو معروف؟ على اللي ساويته معك. انت ما عملت الا كل طيب. لا انا غير هيك. لا حدا يقول عني طيب، أنا واحد ندر وواطي. بعيد عنك أبو معروف. أنا ما بستاهل معروفكم، أنا بستاهل كل شي صار معي. وكل الله معروف. بسم الله عليه، شو صاير عليه؟ أنا بدي ريح ضميري، بدي ارتاح. سامحني يا إبراهيم، سامحني. أنا اللي سرقت ذهباتك من بيتك، وأنا اللي حلفت يمين بإيدي هي اللي انقطعت. يا ريت انقطع رأسي ولا قتلتك يا أبو سمعون. قتلت أبو سمعون؟ والله ما كان بدي أقتل. شافني رأسي. زفت بجوبة بالحوش بأمر يدي. حطيت معه الذهبات. الله شهيد علي ما كان بدي أقتله. آه والله. وأنا اللي يتبت الأولاد مشان الذهبات. ومعروف ما. هذه الأطعام رجعوا لك التهار. شاء الله سامحوني، بوس رجليك وسامحوني. لا حول ولا قوة إلا بالله. بوس إيدك يا شيخ، بوس إيدك. قول لعيال أبو سمع ويسامحوني. وحد الله أبو معروف، وحد الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا بي يا بي رد علي بوس إيدك يا بي. الله يرحمه. شوف يا ابني واسمعوني كلياتكم، الكلام اللي قاله هلا المرحوم بيضل بيناتنا وما بتنجاب سيرته قدام أي مخلوق. انتقل إلى رحمة الله تعالى وغفرانه الواصل إن شاء الله تعالى برحمته إلى فسيح جنانه، المرحوم محمد ابن شاكر
الملقب بالإدعشري أبو معروف. سبحان الحي الذي لا يموت، ترحموا على المرحوم، وإلى روح أمواتنا وأموات المسلمين الفاتحة. مين السائل هذا؟ فوت سيدي. زعيم حارة الضباع طالب من البلدية يفتحوا له حوش الإدعشري. قال إجته إخبارية بأنه الحارس أبو سمعه مقتول من حوش هنيك. عيد شو أنا؟ مثل ما سمعت سيدي. ومين اللي وصل له هالمعلومات للزعيم؟ ومين اللي قتل أبو سمعه؟ سيدي قال واحد بعت له مكتوب عم يخبره فيه بكل شيء. بقى شو رأيك سيدي؟ بدك رأيي كمان. شوف نوري، أنا القصة هاي كلها ما لها خارطة مشطي. العمل هالعملة هو الإدعشري، وما اكتشفوها إلا بعد موته. حتى لو كان الإدعشري هو اللي عاملها، شو بده يطلع منها؟ ما القصة راحت واندفنت. سيدي عم يقولوا إنه هذا الشيء مو مزبوط، بعدين ما حدا بيعرف القاتل الحقيقي. السر كله عند الزعيم بس ما بده يحكي. عموما يا نوري، نحن هلأ ما عاد فينا نقدر نعمل شيء إلا أنه نساعدهم بانتشال الجثة وتسليمها لزويها. بس الله يرضى عليك، شو ما طلب منك هذا الزعيم نفذ له طلباته. حاضر سيدي. آخ منكم يا أهل حارة الضبع، كم تضحكوا علي؟ يلي قتل أبو سمعه الإدعشري ويلي سرى ذهبات أبو إبراهيم الإدعشري ضحك علينا كلنا هالابن ال... ما بيجوز على الميت إلا الرحمه.